قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدا الفيلم مع ميشيل اللي كانت في شقه خطيبها وهي بتلم هدومها، وبعدها بتتصل بيه وبتسيب له رساله انها قررت تنفصل عنه وبتسيب له الخاتم بتاعها، وبعدها بتاخد العربيه بتاعتها وبتمشي. ولما بيجي الليل بتروح البنزينة عشان تفول العربيه، وبتلاحظ ان في عربيه بتقرب منها وضارب الكشاف في وشها ومش بتشوف وش السواق كويس. وبعدها بتكمل في الطريق وخطيبها بيحاول يتصل عليها كتير، ولما بترد عليه بيقول لها ان هو بيحبها وان مش شويه مشاكل صغيره هي اللي هتخليهم ينفصلوا عن بعض، وبيطلب منها ترجع. لكن ميشيل مش بترد عليه وبتقفل المكالمة في وشه. وهي ماشية بتسمع على الراديو ان في مناطق كتير في البلد الكهرباء انفصلت عنها بسبب الاحوال الجوية السيئة واللي حصلت فجأة ومحدش عارف السبب. وهي بتبكي ومش واخدة بالها فجأة بتعمل حادثة بالعربية وبتنقلب بيها وبتفقد الوعي. واول ما تفوق بتلاقي نفسها في مكان تحت الارض ومتوصل لها محلول ورجلها مربوطة بسلسلة ومش هتقدر تتحرك. ولما بتحاول توصل للموبايل بتاعها بيكون بعيد عنها، فبتستخدم العمود اللي متعلق عليه المحلول عشان توصل له، لكن بيكون مفهوش شبكة خالص. وبعدها بتسمع صوت واحد بيفتح الباب الحديد بتاع الأوضة اللي هي فيها وبيدخل عليها وبيدي لها أكل عشان تاكل، وبيقول لها إن هو أنقذها من الموت وبيدي لها عكازات عشان تساعدها في الحركة، وبيدي لها مفتاح السلسلة اللي هي مربوطة بيها عشان تفك نفسها، وبيقول لها إن هي هنا في أمان لأن الظروف بره ما بقتش زي الأول. فبتحرر نفسها بسرعة وبتمسك العكاز وبتحاول تخلي السن بتاعه مدبب عشان تقدر تستخدمه كسلاح، وعشان تخلي الراجل يجي تاني بتولع في قماشة بالولاعة اللي معاها وبترميها فتحة التهوية. وفعلا بيرجع الراجل وبتحاول تضربه بالعكاز لكنه بيقدر يتفاداها وبيديها حقنه مخدره عشان يخليها تنام. وبعد ما تصحى بتلاقيه قدامها وبيقول لها ان هو معجب بذكائها وباللي عملته، وبينصحها ما تعملش كده تاني، وبيقول لها ان هو انقذ حياتها وانه لقاها عامله حادثه على الطريق واخدها معاه للملجا بتاعه قبل ما الهجوم اللي حصل على الارض يموتها، وبيقول لها ان في هجوم كيميائي غامض حصل على الارض وقتل عدد كبير من السكان وخلى الهواء كله ملوث، وانه انقذ حياتها لما جابها هنا، وبيعرفها ان هم هيفضلوا قاعدين في الملجا طول المده دي. وساعتها بتسمع ميشيل صوت جاي من بره الباب، فبيروح الراجل وبيتكلم مع حد وميشيل مش عارفه هو بيتكلم مع مين. وبعدها بيرجع لها الراجل وبيقول لها ان اسمه هوارد وانها لازم تكون شاكره ليه لانه انقذ حياتها، وبعدها بيقفل الباب تاني وبيمشي. وتاني يوم لما بتصحى ما بتبص بتلاحظ ان الباب مفتوح، فبتستخدم العكاز وبتخرج من الاوضه وبتلاقي المكان كله ادويه متخزنه واكل، وبتشوف جو المساعد هوارد وبتساله ازاي ممكن تخرج من هنا، فبيقول لها ان الخروج من هنا خطر لان الجو بره بقى كله ملوث. لكن ساعتها بيجي هوارد وبيقول لها ان الصوت اللي سمعته امبارح كان صوت رف وقع على جون وده السبب في الكدمات اللي على جسمه، وبيبان على جون ان في حاجه مخبيها. وبعدها هوارد بياخدها عشان يوريها الملجا وبيقول لها انه كان حاسس ان في حاجه هتحصل على الارض عشان كده جهز الملجا من زمان، وبيقول لها ان هو بيقدر ينقي الهواء عن طريق جهاز هو مركبه والكهرباء بتكون جايه من مولد، وبيقول لها انها لو احتاجت اي حاجه هتلاقيها هنا، وبيدخلها الاوضه بتاعته واللي بيكون فيها الحمام، وبيقول لها ان الاوضه دي مش مسموح لها تدخلها الا باذنه، وبيقولها ان هو بيحاول يتواصل مع اي حد فوق الارض عن طريق جهاز راديو، لكن للاسف مفيش حد رد عليه لان العالم كله انتهى زي ما هو قال لها. وبعدها بيوريها مدخل الملجا واللي بيكون تحت الارض واللي بيكون مقفول بعدد كبير من الاقفال والمفاتيح معاه هو بس. ولما بتبص ميشيل من الازاز اللي في الباب بتلاقي حيوانات كتير ميته، وهو بيقول لها ان ده كله بسبب الهواء الملوث، وبتلاحظ العربيه بتاعه هوارد واللي بيكون عليها اثار صدمه من الامام، وساعتها بتفتكر ان عربية هوارد نفس لون العربية اللي خبطتها وكانت السبب انها تعمل حادثة، وبتفهم ان هوارد خاطفها في الملجأ اللي تحت الارض وبتخاف منه اكتر. وبعد ما بترجع على الاوضة بتاعتها بتبدأ تفكر في اللي بيحصل، فبيجي لها جون وبيقول لها ان هم هنا في امان، وبيقول لها ان هو ساعد هوارد زمان عشان يبني الملجأ وكان مفكره مجنون وما كانش متوقع ان هو هيحتاج المكان ده في يوم من الايام، لكن في يوم شاف ضوء قوي جدا نازل من السماء وعمره ما شافه، وساعتها جري على هوارد عشان يستخبى معاه في الملجأ بتاعه، وبيقول لها ان الهواء بره المكان ملوث فعلا ولو خرجوا هيموتوا. لكن ميشيل بتساله وازاي عرف ان الهواء اللي بره ملوث، وفجاه بيظهر هوارد وبيقول لها ان هو اللي قال له ان المكان بره ملوث، وبيقول لها ان جون لسه عايش لحد دلوقتي لانه بيصدقه وبيثق فيه. وبعدها بيروحوا كلهم عشان يتغدوا سوا مع بعض، وبتلاحظ ميشيل ان هوارد بيبقى معاه دايما مفاتيح الملجا، وجون بيحاول يتكلم ويهزر مع ميشيل وهي بتضحك على كلامه، فبيتضايق هوارد عليه وبيقول له ياكل وهو ساكت ويبطل كلام، لكن ميشيل بتفضل تتكلم
بيتكلم وبيتهزر مع جون كتير لحد ما بتلمس ايديه فبيتعصب هاورد اكتر وبيزعق لميشيل وبيقول لها ان ممنوع تتصرف بالطريقه دي في الملجأ بتاعه وبيقول لها ان هي لازم تعتذر وتقول له ان هي لا يمكن تعمل كده تاني وهتسمع كلامه دايما فبتعتذر له ميشيل وبيرجعوا تاني للترابيزه وبتكون ميشيل قدرت انها تسرق المفاتيح بتاعه الملجأ من هاورد وهو مش واخد باله ولما بيسمع صوت عربيه فوقيهم بتستغل ميشيل الفرصه وبتضرب هاورد بالازازه وبتجري على باب الملجأ وبتنجح فعلا ان هي تفتح اول باب وبتقفله قبل ما هاورد يلحقها ولما بتيجي تفتح الباب الاخير للملجأ بتشوف عربيه جايه عليها وقبل ما تفتح الباب بتلاقي فجاه واحده ست وشها مشوه وبتطلب منها تفتح لها فورا والا هتموت زي ما الكل مات فبتخاف ميشيل جدا وبتبدا تصدق كلام هاورد ومش بتفتح للست وبترجع تاني للاوضه بتاعتها وبعدها هاورد بيروح لها وبيعترف لها ان هو اللي خبط العربيه بتاعتها وقت ما كان سايق بسرعه عشان يرجع للملجأ قبل ما الاشعاع يوصل له وانه خبطها بالعربيه بتاعته بالغلط واضطر ان هو يكذب عليها لانه لو قال لها اللي حصل كانت هتخاف منه اكتر وبعدها بيطلب منها تدخل تاخد دش عشان تتخلص من اي ملوثات جت عليها وبعد ما بتاخد دش بيديها هدوم من هدوم بنته اللي ماتت واللي كانت اسمها ميجان وبعدها بتساعده عشان يخيط الجرح بتاعه وبيقولها ان بنته ومراته سافروا قبل الكارثه اللي حصلت وانه كان بيتمنى لو فضلوا معاه لكنه ما قدرش يقنعهم يفضلوا قاعدين معاه وبيقولها ان هو مفتقد بنته جدا وبعدها بيجيب لها حاجاتها اللي جمعها من العربيه بتاعتها وبيقولها ان دول بس اللي لحق ياخدهم من العربيه وبيكون في الصندوق كتاب ميشيل اللي كانت بترسم فيه التصميمات بتاعتها فبيقولها هاورد ان بنته هي كمان كانت بتحب التصميم وكان حلمها تسافر لباريس عشان تبقى مصممه ازياء وبعدها بتاخد ميشيل الحاجه بتاعتها وبتفضل تتفرج على الرسومات وبعدها ميشيل بتبدا تتعود على الحياه في الملجأ وبتصدق ان ده امن مكان ليها وبقى كلهم عايشين مع بعض وبيساعدوا بعض في كل حاجه لكن في يوم من الايام بيسمعوا صوت قوي جدا جاي من بره وبيقول لهم هاورد ان اكيد تلويث الهواء هو اول خطوه للقضاء عليهم وان تاني حاجه هتحصل هي دوريات مسلحه عشان يقضوا على باقي البشر اللي عايشين زيهم وبيتعطل جهاز التهويه بتاع الملجأ وبيقول لهم هاورد ان لازم حد فيهم يروح للمولد اللي بيشغل الجهاز ويشغله تاني فبتقترح عليهم ميشيل ان هي اللي تروح لانها الوحيده اللي هتقدر تدخل من فتحه التهويه ولما بتروح وبتشغل المولد بتشوف فتحه في السقف اللي بره الملجأ وبتشوف منها السماء وبتلاحظ ان في حد حفر على الازاز من جوه وبيطلب النجده فبتخاف جدا ولما بترجع تنزل تاني بتدوس على قطعه حلق وبتلاقي عليها دم فبتشك تاني في هاورد وبتروح تحكي اللي شافته لجون بتقول له ان الحلق ده بتاع بنت هاورد اللي شافتها في الصوره وبتوري الصوره لجون وبيطلع فعلا نفس الحلق لكن جون بيقول لها ان دي مش ميجان بنت هاورد اساسا وبيقول لها ان البنت دي اختفت من المدينه من حوالي سنتين وبعد ما اهلها فقدوا الامل انهم يلاقوها افتكروها هربت من المدينه وبتقول له ميشيل ان هي لقت كلمه النجده محفوره على الازاز من جوه وممكن تكون اتحفرت بالحلق فبيرجعوا هما الاثنين يشكوا في هاورد تاني وبتفكر ميشيل ان هي ممكن تعمل بدله تحميهم من التلوث اللي في الهواء عن طريق الستاره البلاستيك بتاعه الحمام وبيروح جون لهاورد وبيحاول يقنعه انه يتخلص من الستاره بتاعه الحمام وينظف الحمام كله لان ميشيل بعد ما اخذ الدش فيه ممكن يكون يتلوث ولازم يتطهر كويس وفعلا بيوافق هاورد وبينظفوا الحمام وبيتخلص من الستاره فبيروحوا هما الاثنين عشان ياخدوا الستاره ويعملوا البدله وفعلا بيبداوا يعملوا البدله مع بعض وبيفكروا في حل عشان يقدروا يتنفسوا من خلالها لكن هاورد بيحس ان هما بيعملوا حاجه من وراه فبيجمعهم هما الاثنين وبيبقى حاطط قدامهم برميل وبيقول لهم ان البرميل فيه ماده ممكن تدوب اي حاجه حتى العظم واللحم وبيقول لهم ان هو لقى مقص ولزق في اوضه ميشيل وبيطلب منهم يعرفوه هما بيخططوا لايه بالظبط والا هيحطهم هما الاثنين في البرميل ويخلص عليهم فبيقول له جون ان هو مسؤول عن كل حاجه وانه كان بيحاول يعمل سلاح عشان ياخد المسدس من هاورد عشان يخلي ميشيل تحترمه وتحبه هو لانه معجب بيها وبيحبها وفجاه هاورد بيطلع مسدس وبيخلص على جون قدام ميشيل فبتنهار وبتبقى مش مصدقه اللي بيحصل فبيقول لها تروح فورا للاوضه بتاعتها وما تخرجش منها عشان هيحط جثه جون في البرميل وبعدها بيروح لميشيل وهو حالق دقنه ومعاه ايس كريم وبيقول لها ان هما دلوقتي بقوا لوحدهم في المكان وانه هيجهز لها العشاء بنفسه فبتقرر ميشيل ان هي لازم تخرج من المكان فورا وبتكمل شغل في البدله بتاعتها عشان تهرب بيها لكن فجاه بتسمع هاورد بيدخل عليها فبتحاول بسرعه تخبي البدله لكن هاورد اول ما بيدخل بيلمح جزء من البدله وبيرميها من على المرتبه فبتستغل ميشيل الفرصه وبتخرج من الاوضه وبتقفل الباب على هاورد وبتدور على ماده كانت شافتها مع هاورد قبل كده هتقدر بيها تفتح الاقفال بتاعه الباب لكن فجاه بيظهر هاورد تاني من وراها وبيحاول يمنعها من الهروب فبتقول له ان هي بتكرهه ومش هتفضل ثانيه في المكان وبتزق البرميل عشان توقع الماده الكاويه اللي فيه وبيقع هاورد فيها فبتجري بسرعه على السجاده قبل ما الماده توصل لها لكن بسبب الماده الكاويه بيحصل ماس كهربائي والمكان بيولع فبتجري ميشيل على الاوضه بتاعتها وبتاخد البدله اللي عملتها ولما بيحاول هاورد يمنعها بتوقع رف الاكل عليه وبتجري
على فتحة التهوية وبتدخل فيها عشان توصل للمكان اللي فيه المخرج التاني، وبتلبس البدلة وبترش أنبوبة التبريد اللي معاها على القفل وبتفضل تضرب عليه لحد ما بينكسر، وبتنجح فعلا ان هي تخرج برا الملجأ وبتجري بسرعة على عربية هاورد عشان تهرب. وساعتها بتلاحظ ان في طيور طايرة في السماء، فبتفهم ان الهواء مش ملوث ولا حاجة زي ما هاورد قال لها، فبتخلع القناع اللي هي لابساه وبتقدر تتنفس عادي، وبتمشي قدام الملجأ على امل ان هي تلاقي اي حد عايش. لكن فجأة بتلاقي مركبة فضائية جاية عليها، ولما الملجأ بينفجر بسبب الحريق بيعمل صوت عالي وبيخلي المركبة تاخد بالها، فبتجري بسرعة ميشيل على عربية الست اللي طلبت منها المساعدة قبل كده. لكن فجأة جهاز الانذار بيشتغل، فبتسيب العربية وبتروح تستخبى في المخزن، وبتلاقي الست صاحبة العربية ميتة جوه. ولما بتبص على العربية بتلاقي كائن فضائي بيلف حوالين العربية بسبب الانذار، وبتدور على المفاتيح بتاعة العربية مع الست عشان توقف الانذار، وبعدها بتقدر تخرج من المخزن من الفتحة الخلفية. لكن ساعتها بتلاقي المركبة رجعت تاني وبتنشر غاز في الهواء، فبترجع على عربية هاورد عشان تلبس القناع تاني، والكائن الفضائي كان هيهجم عليها فبتدخل العربية، لكن الكائن بيقدر ان هو يخلع القناع بتاعها، وبتوصل المركبة الفضائية عشان تسحب العربية وميشيل جواها، فبتلاقي في العربية ازاز الكحول، فبتولع في ورقة وبتحطها في الازازة وبترميها في قلب المركبة الفضائية عشان تولع فيها كلها. ولما بتنزل العربية تاني على الارض بتجري ميشيل وبتروح على عربية الست تاني عشان تهرب من المكان، وبتسمع على الراديو الجيش بيقول ان في ملجأ امن من الفضائيين وبيطلب من اي حد بيسمعهم يتوجه فورا ليهم. فبتقرر ميشيل ان هي تسوق ناحية الملجأ بتاع الجيش عشان تكون نجحت ان هي تهرب من الفضائيين ومن هاورد. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. والسلام.